البنايات لحد جنينة. انشرت كلها سوا وجنينة حتصير باركينج. من بعد 20 سنة بعودة من المهجر والوضع بيضايق، معنوياتي عم تهبط مع كل بناية. عندي رسالة أولى بدي خلص بالي تولع، فعل مثالي اعطونا بشقة جدي ثابتونا. اللي سرق البيوت المقابل شو عطانا؟ كل شي عشته بعمر فجأة بدقيقة الفقد. لو أحوالي منيحة ما كانوا دمروا العمارة، بس عم بيهدموا ليقدر خليجي يشتريها فقط. فارس وجالس على القرميد ناطرمين، لو في سبب للتهبيط كانوا عملولنا ترمين. عم ببحث بس عن استقرار عبالي اشتغل نام، الخطة خطرة وعم برسم علامة استفهام. للأسف بيلحقوا العار للهبيلة، شيلوا البناية بس ما تغلوا الأسعار عالقليلة. بدوا نوافق على التعويض يعني دنس، نصيحة الشعب الحمار يقوم باغتيال كل مهندس. لا امتى خلصين؟ هل صاحب الشقة الجديدة بيقبل تهدموا البناية بال2050؟ هيدا جزء من المشروع الاسرائيلي ومناسي، ما قدروا يحتلوا لبنان فاخذوا المنازل. ما خلص انا ما راح فل قبل ما خلص على الاخر.